عايزين نعمل القرص الطرية وأنا فاشل فيها، وأنا هعملها زي الريف المصري ولا الصعيد المصري، دي أكلة أمهاتنا، مهما أنا تفوقت فيها ومهما أبدعت ما يجيش زي طعم أمهاتنا. خلينا نتكلم الصراحة كده ونجيبها الدولف بتاعتها من الآخر. أنا بجتهد، قرص طرية، محاشي مشكلة اللي أنا عملتها دي بالتأكيد أنت لما تخش تعمليها أحسن مني مليون مرة. القرص الطرية مقاديرها على الشاشة، ممكن أنت برضه تعملها بطريقة مختلفة. معانا الدقيق 3 كوبايات، معانا لبن رايب أو حليب دافي، معانا خميرة، سكر، دي المقادير، والزيت بتاعنا أو السمنة بتاعتنا ربع كوب. إحنا نستخدم ربع كوب من الزيت أو ربع كوب من السمنة أو الزبدة اختياري. حلو؟ نعم يا فندم. نص كوباية مفيش مشكلة حسب الكمية. تعالوا مع بعض نشوف إزاي هنعمل القرص الطرية وإحنا مع بعض كده واحدة واحدة. أول حاجة بحط السمنة على النار اللي أنا هستخدمها، مش هسخنها، هسيحها. تقريبا نص كوباية. حلو؟ طبعا العجينة معايا الإخراج الجميل وفرسان التلفزيون المصري الأساتذة المصورين، المقادير على الشاشة، ومعايا قرص مستوية، ومعايا قرص متخمرة، ومعايا قرص جاهزة للخبيز. حلو الكلام؟ يعني كل التفاصيل معايا. حلو؟ هننزل بالدقيق بتاعنا شوية، دول كفاية ماشي زي الفل. أنا بس عايز أعمل العجينة مع حضراتكم كده، حابب أعملها مع حضراتكم أهو بالشكل ده كده. دي الخميرة معايا بالشكل ده كده، خميرة فورية. أنا بحب مع القرص، أنا بحب كده، أنت ممكن تعملها غير كده وتبقى حلوة قوي. بيكنج باودر، هتقولي علل ولماذا؟ البيكنج باودر بيخلي لك العجينة بتاعت القرص مش مكتومة، بيخليها عجينة اسفنجية كده من جوه هشة ولطيفة ومدية أحلى بسكويتة. سنة بيكنج باودر صغيرة كده، ربع كوب أو ربع كوب، سوري، ربع معلقة شاي صغيرة. حلو؟ ومعانا معلقة السكر بتاعنا، شوية حلوين كده عشان العجينة تتحمر بسرعة، يعني تقريبا 4 معالق لثلاث كوبايات. دي راجع معايا المقادير، وانا عارف انك انت هتعمليها احسن، انت متعلماها من ماما وماما متعلماها من جدته، يعني دي متورثه للاجيال ثم الاجيال، الريف المصري والصعيد المصري. العجينه بتتعجن، بدل ما بنعمل نستخدم الزيت مع السمنه في الفطير المشلتت، احنا بنستخدم سمنه بس، وبنستخدم زبده طريه كمان للكرواسون، عشان كده بتلاقيه مورق. نعجن العجينة مرة واتنين وتلاتة بالزبدة أو بالسمنة الحلوة، وفي الآخر بيتفرد ويتحط له زبدة، وبعدين بتسيبه يتخمر، وبعدين بنفرده بشكل دائري. قطر الدائرة هنا 30 سنتي أو 40 سنتي، بنقطعها طبعا مثلثات، وبعدين بنلفها ونحشي الكرواسون يا إما جبنة يا إما زعتر أو جبنة قريش زي ما أنت عايز. شفت القرص الطرية؟ عشان كده انا هي جاهزه معايا، بس انا حابب اعملها مع حضراتكم. بمسك الدقيق كده مع السمنه. انا كنت يعني افتت عينيا اشوف ام الله يرحمها كانت تعملها كده، بايديها الطيبه. وبعدين القرص الطريه لما تتعمل من ايد الام المصريه والريف المصري والصعيد المصري، حنان الايدين وحنيه الايد والحلاوه بتطلع من بين الطاقه بتاعت الايدين هي وهي نازله كده، عشان كده تعملوا احسن مني. حبيت شوية الدقيق يشربوا السمنة. ننزل باللبن الدافي، ننزل يا عم الشيف باللبن. دي طريقة تانية، بتدوب الخميرة مع سكر مع لبن دافي ونخليه على جنب، وبعدين ننزل بيها على الدقيق بتاعنا. يا أم عبدو ازيك؟ أهلا يا شيف. أهلا وسهلا، معاك، اتفضلي. ألو، الحمد لله يا ست الكل. طيب شفت العجينة معايا حليب دافي، بنزل اهو كل ما تحتاج العجينة بزودها. نعم يا غالي، صراحة أنا مش بحب العجان، أكلة أمي لما كان فيه ما كانش فيه عجان، ولكن فيه عجان مش هيقول لأ، برضو عشان ما نقولش الشيف المغازي يعني إيه، لأ الناس تزعل مننا. عندك عجان ما فيش مشكلة، مش هياخد منك وقت، بس أنا والله العظيم بالأمانة يعني بيني وبين نفسي كده عشان تبقوا عارفين، أنا أحب أعمل العجين دايما على إيدي. بفرح بالعجينه وهي طالعه من ايدي كده، بحس ان انا بصنع حاجه.
او ان انا بعمل انجاز وانا بعمل العجينه فرحان بيها. اه خلي بالك، اه مش قصه ان انا مش عايز اجيب عجان خالص، بالعكس العجان معايا ونقدر نجيب 50 عجان هنا معانا مع بعض. بس هي القصه ان انا بحاول العجينه طلعت ازاي، السعاده هنا بقى عنده. شفت العجينه خدت كل السوائل بتاعتها اهو، شايفه عندي كده. لو حد يخش عليك المطبخ دلوقتي يقول لك انت بتعملي ايه، اهو هنلم كل ده مع بعضه واحنا شغالين. ده كله مش هنلاقي ولا اثار للعجينه خالص، خلي بالكم. وده سيدنا عمين زي الفل تمام. طبعا دي العجوه معانا اللي احنا هنشتغل بيها ايه عشان تبان قدام حضراتكم بالشكل ده كده. المخرج عايز يجيبها، دي العجوه اللي انا هحشي بيها القرص بتاعتنا زي الفل. شفت العجينه لمده 5 دقايق بالظبط. وانت بتعجني كده طبعا العجينه واخده خميره، واخده بيكنج باودر. عمليه التخمير الناجحه هي سر نجاح القرص الطريه. تاني يا مغازي، عمليه التخمير والالتزام بالوقت بتاع التخمير هو سر نجاح القرص الطريه. عشان كده انا جايب معايا مقصاتها العجينه، وفي عجينه مفروده جاهزه، لان لازم بعد ما نفرد العجينه بتاعه القرص الطريه اللي هي معايا دي كده لازم تتساب في قلب الصينيه مش اقل من 20-30 دقيقه، ولو نص ساعه يبقى زي الفل. دي العجينه جاهزه معايا يعني. السعاده هنا بقى، السعاده في ايه يا عم الشيف؟ السعاده في ان انا الاقي القرص معايا زي الفل زي ما حضراتكم شايفينها كده. حلو قوي. طبعا المفروض العجينه تتخمر كلها مع بعضيها. الام اللي بتتابعني دلوقتي والست الطيبه وامهاتنا كلهم اللي بيتابعوني، المفروض العجينه دي تتخمر كلها مع بعضيها. فانا عديت المرحله دي شويه، معلش هناخدها كده التقسيطه دي اهو قد بعض كده زي الفل، سكينه اهو وامسكها بايديا كده اهو. شفتي العجينه اهي واشتغل كده. ممكن على البلانش اللي انت بتشتغل عليها كده تحت ايديك كده، البرمه دي اهو اهو من غير دي اهو، نعملها كده اهو وتسيبها تتخمر وهي كده بقى اللي هي المرحله دي. معلش هجيب دي هنا كده قدام حضراتكم واحده واحده. احنا بنعلم حضراتكم ازاي، وعيب لما اقول بنعلم في عجن في عجينه القرص الطريه، انتوا اللي علمتونا الامهات اللي بيتابعونا دلوقتي. انا بتكلم الصراحه. يعني انت يا ابو غازه تيجي في 5 دقايق تعمل القرص الطريه على الشاشه، ده انا بقعد اعملها من الصبح واجهز اللبن واجهز الدقيق وارخل الدقيق واجهز الخميره الحلوه واظبط الدنيا وتطلع القرص تتخمر وتتحط عليها الشاشه الحلوه. ده مجهود كبير على فكره، تيجي انت بقى تخلصه في 10 دقايق، ده شغل سيما ده. ايوه باشا. زي الفل. تمام. انا والله العظيم بتكلم الصراحه، في اكلات لما بعملها على الهواء ما بعرفش هي طلعت معايا ازاي، يعني في الاخر يا بات كده ازاي. عشان نعمل القرص دي محتاجه مجهود على فكره، يعني اقل حاجه ساعتين زمن تخمير. بعد ما اعمل العجينه المرحله الاولى اللي شفناها مع بعض تقعد لها 30-40 دقيقه تتخمر. بعد كده بنرجع تاني نقلبها كويس ونقصتها بالشكل ده كده وتتخمر تاني زي عجينه الكرواسون. انا قلته في دقيقتين، ده لا بياخد وقت على فكره، كرواسون مجهود ولازم يتخمر في درجه حراره دافيه مش ويتخش الفرن في وقت معين عشان تلاقي في الاخر الشكل اللي انت عايزاه. زي الفطير المشلتت مثلا، عشان نعمله محتاج وقت مش اقل من 3-4 ساعات. ولكن لما نشرح الموضوع نظري مع العمل اللي بنعمله ده كده، ده بنوصل للفكره وبنوصل للموضوع اللي احنا عايزين نوصله لحضراتكم. ولكن انا مع ان عروسه جديده مبتدئة لسه جديده في المطبخ، فرصه انك تزور مامتك تزور حماتك، يا حماتي يا مامتي تبوس ايديها كده بوسه حلوه وتلاقي نفسي اكل القرص الطريه من ايدك، نفسي اكل شويه محشي كرنب من ايدك. الحاجات دي تعبيرات ورسائل حب للاسره والترابط الاسري، ان احنا مهما طلعنا ومهما نزلنا برضو مش هنوصل لطعم اكل امهاتنا. خلينا ناخد بعدين ونطلع فاصل صغير ونرجع للقرص الطريه اللي الشيف المغازي بيجتهد
ان هو يعملها زي اخواننا في الريف المصري والصعيد المصري. اوعى تروحوا بعيد، تابعوني بعد الفصل. القرص الطريه طبعا احنا معانا قرص جاهزه اهيت، شغل سيما بقى تطلع كده جاهزه زي الفل. مع ان انا مش بحب ان هو الحاجه تطلع معايا جاهزه، بس في حاجات الظروف بتحتم عليا كده، ان الوقت مش هيساعد ان احنا نساوي القرص الطريه، نخمرها نسويها واحنا مع بعض على الشاشه. هنغرفها مع بعض دلوقتي، نعملها بنفس الطريقه، محشيه عجوه، ممكن نحشيها ملبن مفيش اي مشكله زي ما انت حابه. هنعمل ايه مع بعض دلوقتي؟ هنغرف القرص الطريه في سيرفيس حلو كده، عشان مخرجنا مش حابب الصينيه دي كده. لا شفت الحمار اللي هنا؟ شفت الشقاوه اللي في قلب اللي في الارضيه بتاعت حاضر افتح لك واحده دلوقتي عينيا. دي عايزه كوبايه الشاي اللي بالحليب اللي بيعزمنا عليها مصطفى شفيق. ونرصها هنا كده. تخرمت الشوكه على وش القرص بيديها شخصيه ويديها برستيج. الله اهي. بسم الله الرحمن الرحيم. زي الفل. عمايل عيني، عمايل ايديا وحياه عينيا اهو. ممكن تحشيها عجوه، ممكن تحشيها تمر زي ما قلت. معانا شويه هم زي الفل. معلقه السكر او معلقتين السكر اللي انا حاططهم للعجينه هم سر الاحمرار والصوره الحلوه اللي حضراتكم شايفينها على الشاشه. وجود البيكنج باودر جوه العجينه هي اللي مخلياها كده هشه ولطيفه وجميله. دي عجينه جاهزه معانا اهيت. طيب تعالوا نعمل مع بعض الشلولو. خير الريف المصري والصعيد المصري، الكشك، الشلولو اللي هي الملوخيه الناشفه اللي احنا شطار في عمايلها وبنصدرها لليابان. ايه رايك نشوف القرص قبل ما ندخلها الفرن؟ نبص عليها. بس هعملها لك بالشوكه، معلش انا اسف. معلش بس عشان برضو الساده المشاهدين عايزين يشوفوا الجمال بتاع الشوكه ده جه منين. اهو. التخريمه دي تتعمل كده قبل ما تخش الفرن مباشره. ممكن كده برضو. حسب. شفت بقى دي بقى بعد ما تستوي تلاقي ايه؟ زي الفل. ولو محشيه تمر تحطي كده ايه السكينه وتقطعيها عشان يبان جمال التمر في قلب الفرن. نقفل الفرن، يلا مع السلامه.